الأخ مشخص يسأل ويقول: ما حكم المحافظة على الأربع ركعات قبل العصر؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن يستحب النفل المطلق قبلها، يعني يصلي قبلها أربع ركعات بسلامين، ويكون ذلك من النفل المطلق لا من الرواتب. وإذا داوم الإنسان على ذلك فهو زيادة خير. وأما بعد العصر فليس هناك صلاة إلى أن تغرب الشمس، لأن هذا وقت نهي عن الصلوات النوافل. نعم.